والآن مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية، نعود فيها مرة أخرى إلى دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك يوسف، شكرا لك إيمان، والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 28، الصغرى 20، اسكندرية 26-19، مطروح 25-19، بورسعيد 26-19، اسماعيلية 28-20، السويس 27-19، العريش 27-19، طابة 29-20، شرم الشيخ 33-22، الغردقة 31-21، الأقصر 30-18، أسوان 31-19، الوادي الجديد 29-18، شلاتين 31-22، وأخيرا حلايب 28-24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.